اوكي انا طالبهم يجيبون لوجز. ساعات سود. لا 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 لا. اول الكوارث. تورنيدو عزيزنا التورنيدو. راح التورنيدو ليش؟ خاف خاف. الظاهر انه شطف كذا طرف الماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة او حلقة اخيرة من سلسلة بنشت، حبينا نختم فيها بصعوبة عالية. اذا كان هذا اول مقطع لك تشوفه في القناة او في السلسلة هذه، ترى 15 مقطع نزلته عن السلسلة والحمد لله وصلت هدفي، وصلت 500 عامل وشرحت اللعبة بالكامل جميع المباني. بس وداعية اللعبة حبينا ندرعم باقوى صعوبة في اللعبة ونشوف كم راح نصمل. نقول بسم الله، الاسم اخليه اي شيء، تيرين اخليه زي ما هو، هذا لارج، ميديم اخليه ميديم لان عارف اني ما بطول، اللي هو حجم الماب. الكلايمنت الاجواء نخليها اصعب شيء اللي هو البرودة تكون مضاعفة في الهارش، او في الصيف تكون حرارة جدا قوية على العمال. الديزاستر اللي هو الكوارث طبعا اون، تجينا كوارث كثير وراح تشوفونها ان شاء الله اذا صملنا. والستارتنج كونديشن راح نخليه هارد، يقول لك بيجن وذ فور فاميلي سمول اماونت وذ كلوث فود فايرود اند تولز نو سيد فور فارمينج، يعني زراعة انساها. نظام الفلة، الفارمر واحد يجيب لي 1000، هذاك النظام خلاص انساه. نقول بسم الله. بالنسبة للكوارث، دقيقة وش العرضة هذه يا حبيبي؟ الو، فايرود 100، هايد كوت جاكيتات عندي 20، والتولز عندي 20، والبوتيتو، البوتيتو 1200، الله يرحم ال 40000 اللي كانت معي. طيب يا شباب، رتبت الامور، 16 شخص او 8 اطفال و8 عمال. الماب مثل ما تشوفون هذا متصل، تجار يعني راح يجونا من هذا النهر، فشيء كويس يعتبر. ممكن احط التاجر في هنا يجيبون لنا سيدز، لان حاليا لو حطينا سيد ما راح نقدر نزرع اي شيء، فاعتمادنا بيكون على القذر. القذر ممكن احطه في هالمكان، اعزله اسوي جسر، وبعدين ممكن اشطح لهناك، او احط القذر هنا ونشطح يمين. المهم ما ودنا نكثر سوالف، نقول بسم الله نبتدي. اول شيء جمعوا لي جميع المصادر القريبه، كل اللي هنا، نسرع الوقت، نخليه ضرب 10 عشان لا نطول. والستون اللي موجود هنا بس نجيبوه، تقريبا هذا بيكون كافي ان شاء الله. طبعا كل شيء بيرصونه في هذا المكان لين ما احط لهم الستوك بايل، فخلنا نحط لهم الستوك بايل في هالمنطقه. خلنا نقربها لهم 7x7 تقريبا. شوف على طول جو يركضون ياخذون الاكل. الله يخرب بيتكم، كملوا شغل. الحين بيجيبون المصادر هذه كلها بيحطونها هنا. الجذر هاوس اللي بنرميه في هالمكان ممكن نضبط لها جسر. والله الخيارات اختلفت علي لانه مش متعود. نحط الجذر هاوس اول شيء، او الجذر هت، الله يرحم المود يا اخي. خلي الدائرة حقه تنشمل من هنا مع شوية من هناك. ولا تدرون يا شباب، بحطها هنا وخلاص وكفاية. نعطيها أولوية ونمشي الوقت، يركزون فيه. المواد كلها اللي يحتاجها على طول بيودونها هناك، ما يحتاج يجيبونها هنا. نطلب منهم شوية أشجار في هالمنطقة. طيب الشغلة الثانية، نيجي للوود كتر. الوود كتر عشان الشتاء تدفيتهم تكون أو يكون هنا، خليه يكون بالسنتر، لأن البيوت صراحة ما أدري وين راح أخليها. هنا ممكن أحط فيشرمان لو نقص علينا الأكل، بس خلنا أول شيء نضبط البوردينج هاوس. ما ودي أبني بيوت ستون على طول، يكون في نقص في البيوت، فباهم كلهم يدفون في الشتاء الأول قريب من الوود كتر، ونعطيه أولوية بعد، لأن تقريبا في الشتاء الأول إذا توفر لهم البيت راح يدفون فيه، وإذا ما عندهم الفاير وود مو مشكلة ما راح يموتون، لكنهم يجلسون على الهارش والبرد يكون متضاعف، وما عندهم ظل او مكان يدفون فيها، وانهم ظل يعني في الصيف ومكان يدفون فيها في الشتاء. فراح نوظف مهندسين، ما ودي اوظف مهندسين الا هذا مكتمل. حلو، هذا مكتمل، نوظف 3 مهندسين. القذر هاوس خلصوا لي اياه بسرعة قبل لا تموتون من الجوع. كل الشغلات مهمة حاليا. اوكي القذر هاوس خلص على طول، نعطيه 4، نعطيه 4 لانه مهم، وسيرتنا الوحيده للاكل. والحلو فيه انه منوع، لو حطيت فيش بس نوع صنف واحد ياكلونه. كلهم يطالبون بيوت الوود كتر، ما في وود كتر. بخلي 2 عمال ومهندس واحد وود كتر واحد، والبيت مخلص كذا. اتوقع افضل بدايه نبداها. طبعا ما عندنا ستورج الا هذا البعيد. الجسر هذا سويته على الفاضي، يا ريت عندي ميني هنتر. ميني هنتر كان بيفيدنا في هالمنطقة. المهندس قرب يخلصنا البيت، فبندخل بالشتاء الأول، وعندنا الفاير وود، وعندنا القذر يجيبنا الأكل. القذر يحتاج له طريق، خلنا نمد له طريق. طبعا هو ما راح يسلك أغلبه لأنه راح يقطع كذا. طيب خلنا نرسم واحد كذا واحد كذا،
المسافة جدا بعيدة، يبالي ستورج في هالمنطقة. نحط ستورج من الحين، خلنا نحط ستورج من الحين عشان نوفر طريق القذر. والقذر بيته بعيد، فببدأ بأول بيت ستون في هالمنطقة. الستورج هذا نطفيه مؤقتا عشان الموارد. ايش اللي ناقص؟ فود از لو يا عزيز القذر، تكفى انقذنا يا صوفيو. مدري احط لهم الفش ولا راح اكتفي بالقذر. خلينا نشوف انتاج القذر، هو ينتج بس انتاجه ما هو بكافي. حلو، الاكل بدا يزيد 44، فان شاء الله تكون بدايتنا كويسه. خلينا نضرب 5 شوي عشان نتدارك الامور، الوضع ما زال متازم. نشغل الستورج هذا، ما راح ياخذ موارد كثير لكن يوفر نص مشوار القذر، بدل لا يجلس يجيب البيري ويجيب الامور هذه كلها من هناك. وصل الليمت حبيب القلب 200، نخلي الليمت 500. الفاير وود دخل علينا الخريف، درجة الحرارة اوريدي سالب 7. لو انك مش حاط الهارش في الاعدادات اللي هي في الصعوبة كان الجو لا باس كويس في البداية، لكن هذه مشكلة الصعوبة. لكن شعبنا ما زال صامل. هذا مين هذا؟ ايش تسوي هنا القذر؟ شوف ايش جابك هنا. اها عشان عربة. يلا الاسترج هذا بيخلص. طبعا عامل واحد ما راح يكفي يجيب له الموارد اللي يحتاجها. عندنا 16 ستون كافي، عندنا العامل شغال الظاهر يجيب موارد هناك. طبعا المهندسين حاليا يعني تقدر تفترض انه 3 عمال عندي بسبب انه ما في شغل للمهندسين فيقلبون عمال. طيب كذا ضبطنا الوضع. ثاني شغلة ودي اضبطها اللي هو البلاك سميث، لان التولز عندي 9، اذا خلص التولز كل شيء بينتكب. هذه بوجهة نظري صراحة. ايش متطلباته؟ 32، 55 ستون. خليه هنا قريب من الستورج. هنا كم واحد يشيل؟ ما شاء الله الشعب كله هنا. شغلة حلوة اني ابدأ بالهذا، وممكن بعدين احط كلهم ستون هاوسز. الشارع هذا ترى يسرع ويفيد. لا تحسبون ان بهذا الشكل او ارخص واحد انه ما يفيد. نعطيه اولوية اكثر من البيت، ونشوف ايش العمال اللي راح يخلصون اول. هالوود كتر. ايش اللي ناقص؟ فود از لو. الظاهر ان هذا ما هو بمتماشي مع اي والله كذا بننتكب. خلنا نضبط الفشرمان مبدئيا. فاقرب شيء من الستورج هذا انه يكون في هالمنطقة. ما ادري الحين كل شيء عندي مهم. هذا مهم، لازم نرتب اولوياتنا. الاكل الستورج راح اطفيه. اوكي. الفشمان راح نركز فيه. وبعدها التولز. هذا قرب يخلص، 31 جابوه. سووا كل شيء. انا بشوف وش يسوون. غريب ان القذر ما هو بكافيهم مبدئيا. ما زال 176، بس هو التنبيهات هذه رابشتني الله يقلع ابليسهم. بس خله احتياط. خل الفشرمان احتياط، ما راح اشغله. انا ما عندي ناس اصلا. مدري هذول يتكاثرون ولا لا. ما زلنا على 8 عمال. صار الاطفال 10، ايوه زاد 2. حلو، زاد عندي عامل واحد. طيب الله يرحم والديكم. الحين ركزوا لي على البلاك سميث قبل يخلص التولز. وبيت الهنتر او القذر عفوا، الستون الجميل هنا خلصوا لي اياه. شوف الغزلان هناك تفرفر، ممكن نضبط لهم هنتر برضه في هذا المكان. فورستر مش مستعجلين عليه. يا اخي اذيتني. ستون اوه الستون ما عنده، عشان كذا ما يقدر يخلص لي الا يا ليل ابو الفهاوه. طيب هاتوا لي الستون. هنا ما في ستون. الستون كل اللي هنا هاتوا لي اياه. يلا 5 عمال. حلو، الفيشنج قرب يخلص. حطوا 16 ستون، باقي المهندس جالس شغال عليه. الشتاء قرب يخلص برضه. هنا يقول لي ما في خشب حتى احول الفاير وود. عندي 300 فاير وود، فاتوقع راح يمشينا في الشتاء الجاي. فتصبر. فود از لو. حلوين. الستورج هذا قرب يخلص، مع ان الستورج هذا لسه 30%، لكن المسافة حلوة بتكون القذر والهنتر اللي بيكونون هنا. اوكي الفش خلص، ويقول لي من اشتغل هنا. ما راح اشغل احد، ودي استغل العمالة يجيبون لي الستون يخلصون لي شغلتين هذه اول. الخشب اللي قريب هنا ممكن نقصقص فيه، او الامور هنا. هنا ايرون، ما ايرون ما احتاجه حاليا. هاتوا الخشب اللي قريب. خشب 0، ستون 2. غريب الستون 2 طلبتكم، معقول خلصوه هذا؟ طيب هاتوا هذا اللي هنا. البلاك سميث خلص الستون حقه. اوه ناقصه ايرون بعد. طيب في ايرون مره قريب هنا. راح اكنسل الاشجار اللي هنا. اوكي جو 2، فخلنا نشغل واحد في الفش، لان كل ما يزيد عدد المواليد كل ما راح ينقص عندنا الاكل هنا، وهذا راح يعطينا تنويع جميل. اتوقع اني وظفت 4 هناك صح؟ هي 4.
انتاجهم لا باس، لوغلو فود لو كل شيء لو. يلا الحداد استعجل. الملابس، الملابس برضو لازم نهتم فيها. الخياط الخياط الخياط، سعادتهم وهلثهم ان شاء الله اموره طيبه. سكول المدرسه يبان نستعجل فيها، لكن اول شيء لازم ان يكون عندنا عدد كويس. شوفوا التاون هول، شوفوا شوفوا المعاناه عشان تجيب التاون هول يا زين. المودات 124 ستون هنا تحس بمعاناته اقسم بالله، هناك بعشر خشبات تحطها. هذا الخياط كم ياخذ؟ والله كثير. خلنا نحط مكانه بس هنا ونوقفه. طيب حاليا ضرب 10 مضبط الامور. اول سنه خلصناها الحمد لله بسلام. السنه الثانيه البلاك سميث تكفى يا مهندس استعجل. وظف 2 مهندسين. وهنا الستورج قرب يخلص، مواده كلها موجوده ستون لو. طيب خلنا اطلب منهم يجمعون الاثنين الستون والايرون اللي يحصلون هنا. لا والله مش موجود هذاك مود يا حبيبي. ستون في هالمنطقه فيه ممكن يجيبونه. المشكله الستوك باي مره بعيد. حلو البلاك سميث خلص، نوظف واحد نتلاحق الامور قبل لا يخلص علينا. شو اسمه درجه الحراره 22، الاكل 525. اوكي الاكل اتوقع في زياده. مشكله يوم ما يكون عندك تاون هول تضيع امورك، ما تعرف الحين الاكل في ازدياد ولا نقصان، هذه المشكله. خلنا نشوف الليمت حقنا 500 من الاكل، اذا نقص علينا اعرف انه في شيء غلط. هذا وصل 500 الظاهر وقف. غريب انه ما جاب. ايوه هذا العلامه اللي كنت تدور عليها. بالنسبه للملابس باقي 2 اتوقع. والله في البرد بينجلدون بما اني شو اسمه مش حاطه من المود. الحين ودي اركز على ستون هاوس، احط مثلا واحد هنا، بس هنا قريب من الستورج. ايش الوظائف؟ هذا قريب من هنا. هنا اتوقع القذر يشتغلون 2، فنحتاج البيت الثاني في هالمنطقه. خلينا نشوف اللي شغالين هنا. شوف ما زالوا يروحون هناك. ليه يا قلبي؟ منكم 4 هنا، 2 ليبر 1 بلدر. استهبال اقسم بالله استهبال. طيب بجرب الحركه هذه اني الغي البيت وبعدين ارجع البيت. فهل بيسكن فيه القذر ولا لا؟ هذه تجربه في وقت غلط. خلينا نشوف ايش اللي ناقص. التولز. شوف الحمد لله اني داركت مشكله التولز. التولز بيخرب انتاجه في كل الوظائف. الامور في السليم. نشغل خياط ونشغل خياط. بس 50 ستون ما عندي. خلنا نقول لهم جيبوا الستون. ودي احط ستوك بايل قريب في هالمنطقه مثلا جنب الحلو هذا. اهم شيء ما يتطلب ازاله اشجار. لازم يتطلب ازاله اشجار يا حبيبي، اعطى اولويه. 3 اشجار. وبعدها نقول لهم هاتوا الستون الباقي اللي هنا. وفي ستون كميه كبيره في هالمنطقه. هنا الستون برضه بعيد شوي. انا ودي احصد من هالمنطقه لان البناء حاليا في هالمنطقه. الاكل اتوقع مستقر حاليا بالواحد قدر او 4 في القذر 1 صياد. طيب هذا انتقل من بيته ولا لا؟ اوكي عائلة واحدة. مجرد ما خلص البيت الثاني العائلة الثانية، لانهم 4 اشخاص مكونين من عائلتين. المشكلة هذا مطفيه انا اتوقع صح؟ لا والله مش مطفيه. بعد ما خلص بناء هذا البيت راح ابني الخياط. الشغلة اساسية بعد عندنا ايوه شو اسمه التريدنج بوست، هذا هو ضروري جدا. ماردة كثير، هذا أهم، بعدين هذا وهذا. هذا ترتيبنا للمباني. حلو 168 ستون، بس تقريبا ناقصنا الايرون. الايرون 10، الايرون هنا فيه كثير. وكملوا بناء البيت الجميل هذا. الستون كافي لجميع المباني. وهنا في ايرون 16 بيكون كافي، هنا ايرون 40. ان شاء الله انه بيكون كافي ايرون 40 بعد ما خلص المبنيين هذول. والله بداية حلوة صراحة بالبوردنج هاوس، ما توقعت يصملون كذا. وهنا تقدمنا بالستون، هذا مولود جديد حلو. طيب بما ان زاد المواليد نزيد واحد هنا. كم زادوا؟ 8 و8 زادوا 18، زادوا 8. فنوظف فيشرمان ثاني عشان نوصل الاكل الى عدد كويس. هنا نحتاج مهندس بس يجي يبني. المواد كلها متوفرة. وهنا العمال بنطلب منهم يجيبون المواد للخياط، لبناء الخياط، لأن حاليا ما عندهم ملابس فبيستهلكون فاير وود أكثر. وبيروحون للبيت في الشتاء بيقضون فيه وقت بصورة أكبر، يدفون هناك. الوود كتر ما أحتاج أثبت. البلاك سميث كيف إنتاجك؟ 30. حلو كم اللمت حقك؟
بلاك سميث 50. احنا حاليا عدد سكاننا كم؟ نفترض انه 20، نخليه 50 كويس مبدئيا. هذه الحلقة يا شباب يعني للإهداء لكل من يعاني في البداية، وشلون يعني ترتيب أولوياتك، فإن شاء الله أنكم بتستفيدون. وبعدين عندكم السلسلة ما شاء الله 15 حلقة وصلت فيها 500 عامل، فإن شاء الله أن تكون صورة واضحة من كل النواحي. طيب الخشب عندي ناقص هنا، فممكن أطلبهم يجيبون الخشب الحين القريب هنا، ممكن بعد الخشب اللي هنا. حلو أني حطيت ستوك بايل، وين ستوك بايل هذا هو في هالمنطقة على طول يرصون فيه. نحتاج خشب كثير عشان نقدر نبني الحلو هذا. خلنا نهدم بس القريب من الستوك بايل، يجيبونه كذا وبعدين يودونه هنا. السيدز احتاجه عشان استعجل بالفارمز، اضبط موضوع الاكل، تعرفوني دائما احب ارتب امور الاكل. الليمت ايش وضع الليمت؟ ودي اشوف الليمت. الليمتات وين الليمتات؟ هذا الليمت اوكي. اللوجز 200، كل شيء راح احولها الى 1000. هذه هم شغلات. الشغلات الثانية التولز، هذه بتحكم فيها يدويا. التعداد السكاني، الاكل 5000، ما عليهم يوصل لمت هذيك الساعة برفعه. هذا اذا وصلنا لمت. نفس الشيء الكلوذ، الملابس والحداد. اوكي خلص عندنا الحلو هذا. التيلر نوظف فيه واحد ونشوف انتاجه. واحد كافيهم مبدئين. يا سلام يا جمالك يا ذكائك. وين الجلد طيب؟ وين الهنتر؟ معليش على الفهاوي شباب. الهنتر ودي انه يكون في هالمنطقة، بس برضه ستورج بايل. الهنتر تدرون ما عنده مشكلة هو هنا، ليه؟ لانه ما في حركة كثير، بتشبه واقفة الحركة بتكون في هالمنطقة. ودي اقربه من ستورج، ما يتأثر بالاشجار، الحيوانات عادي تشوفونها تفرفر في هالمكان. ودي اخليه هنا صراحة مقابل الستورج. الدائرة هنا مشكلتها مشكلة، ان شاء الله ايش ممكن احط له جسر. في جسر بس انه بيلف لفه طويله جدا. هذه مشكله، راح الغي الجسر على امل انه ينسى المنطقه هذه. ممكن احط فورستر في هالمنطقه، خليه هنا قريب من الجسر وبس يزرع في هالمنطقه. بس حاليا مش مستعجلين على الفورستر. هذا ايش علامه استفهام؟ تيلر، ما علامه استفهام وركر، بس يذكرني بالجميل هذا. أولويتنا هنا الجلد. إيش متطلباته؟ متطلباته سلمكم الله. الستون هاوس خلص الثاني جميل، فأتوقع أن الحين يعني أبو الليل هذا مين؟ هذا مهندس ومدري مين يا أخي. إيش ال طيب أوكي بنطفي الجذر الأربعة، نمشي الوقت ونرجعهم. الحين نشوف واحد شغال هنا واحد هناك. ليه البيت هذا من شل عليك؟ العمال اللي شغالين هنا شيء مقرف. الأكل ثابت على 500. ودي أشغل العمال دائما ما تخليهم واقفين. دقيقة كم جبنا الآيرون؟ توقع أن تريدينج بوست يمدينا 40 و40، بس قبل تريدينج بوست الهنتر. الأهمية كلها هنا. هنتينج كابين أوكي. المهندس شغال، فخلهم يجيبون الموارد هنا. العمال 34 لوج و12 هذا موجودة. فهذه نصيحتي انك ما تشغل مبنى الا موارده تكون موجوده. شوف الفهاوه، الجسر زلته ما عليه. نقرب الجسر في هالمنطقه. قربنا الجسر هنا بين الحلو هذا والحلو هذا. الهنتر خلص، نوظف فيه اثنين بيساعدونا بانتاج الاكل وبيساعدونا بانتاج الملابس. تريدنج بوست تكفى استعجلوا لي فيه. الوود كاتر ما يحتاج يسوي له تراك، بما انه يعطينا الليمت فاحنا انتاجنا في السليم. بلاك سميث يقول لي فيه مشكلة، الظاهر انه ما عنده ايرون. بلاك سميث ما يوقف، ما اريد اشوفه واقف. هاتوا له ايرون من اي مكان. ما شاء الله في ايرون كثير هنا وشوية من هنا. شوف الغزلان وين، مجرد ما تدخل في دائرة الهنتر بيطيرهم كأنهم يعرفون ان الدائرة هنا. حلو مقبلين. هذا لملابسنا، كويس ان الستورج هنا بيفيدنا الفيشرمان صراحة. يلا ادخل الدائرة يا اعزائي الغزلان، تكفون. حتى تريدنج بوست ناقصه الايرون، خلاص جيبوا الايرون كله اللي هنا. حاليا الخشب هذا او الخشاب راح اجله شوي، حنا بنجيب الاشجار والموارد اللي موجوده حوالينا. صعوبه الهارد هذه مشكلتها ان الموارد صعبه، يعني مبعدينها شوي منك. وهذه كلها المسافات ترى ضرب 10، فتشوفونها قريبه، ولكن تخيل تلعب على ضرب واحد تنتظر المسافه هذه. يو
شيء متعب. تخيلون عمالي كذا يتمشون. يا زين الضربة 10. ايش المصادر القريبة؟ خلصوا لي هذه كلها. هذا الظاهر ستون. ستون زابل هنا، حرام عليك. فود از لو 145، شكرا على التنبيه. فشرمان واحد زيادة ولا الهنتر؟ الهنتر المفروض انك تغطي يا هنتر. كيف انتاجه؟ لا بأس. الخياط الحين ممكن نشغله ونوظف فيه واحد. الامور ان شاء الله مستتبة. هذا قرب يخلص، صبركم شوي. لك اللي حظبطكم بس يبالا ايش؟ يبالا تريدنج بوست، وان شاء الله ان التاجر يجيب لنا السيتس. ما اتوقع اني لازم اوظف واحد، بس لابد ان نقرب الامور. ايش نتاجر فيه؟ فايرود مجازفة. الفايرود خلنا نقول لمت حقه 600، بنعوضها ان شاء الله، لان التولز ما ودي صراحة. خلنا نجيب واحد تاجر يجيب لنا 100 فايرود. ما ادري كم سعره، بنشوف بعد شوي. اتوقع ان السيدز في 3000. ايش اغلى، الفايرود ولا التولز؟ اتوقع التولز. خلنا نجرب. معقولة ما في ليذل تستهبل؟ كم انتجت؟ 7 كوت. يا هنترز يلا خلهم 4، لعل انتاجي متحسن. حلو، خلص الشتاء. هذا ما عنده خشب، الوود كتر فما يقدر ينتج لي شيء. قريب الستوك بايل هذا، صفوا لي المنطقة هذه كلها. اوه القذر، القذر هنا. لا وين دائرة القذر؟ ثبتها. الشجيرات هذه الجميلة كلها هاتوها. بحط الستوك بايل قريب في منطقة ما فيها، عشان على طول لو حطيتها في منطقة فيها اشجار انتظر لما يزينون الاشجار. الحين بيقص على طول بيحطينا. هذا المنطقة نفس الشيء، ستوك بايل صغير. ستورج ايش وضعه؟ حلو، فيه 27. ملابس بدأت تزيد 2، الخشب بيزيد، الستون بيزيد، الايرون عندنا 100 كويس. التاجر بدأ يجيب شيء، تقريبا جابهم، بس ليه ما يقول لي سعرهم؟ اوكي هنا السعر، الايرون 8 وهذا ب 100، فهنا عندي 400 وهنا عندي 160، يعني حتى ما يجي الألف، لازم نضاعف هذا الكمية. خلنا بحط 500 فايرود وتولز برجعهم، وهنا بوظف واحد ثاني يضبط ال، هنا ما يشتغل لواحد. اما والله مع الموت تشغل هنا 3. شيت كذا مشكلة، والله والله كذا مشكلة. احاول ارفع الليمت حق التولز، لو قدرنا نوصل فوق الـ50 بتاجر فيه. هنتر 4، القذر 4 تقريبا، والفشمان ممكن نوظف فيه 4، بس لازم ننتظر المواليد. عندي عامل واحد بس واثنين مهندسين يعتبرون عمال، انا ما في احد شغال. دقيقة خلنا نشوف المصانع اللي عندي. انا ما عندي اي حيوانات. الفشمان سويناه، الهنتر سويناه، القذر سويناه، الاوشارد كويس بس ما عندي سيدز. نجي للمصانع، هنا ممكن نحط لنا مدرسة. في هالمرحلة اتوقع المدرسة من اهم. وين البيوت؟ البيوت اغلبها هنا، ممكن تكون في هالمنطقة المدرسة. نعطيها اولوية. 60، 16 ايرون، 16 هذا كافي، بس اللوجز ناقص. اوكي انا طالبهم يجيبون لوجز. ساعات سود. لا 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 لا، اول الكوارث. تورنيدو، عزيزنا التورنيدو. راح التورنيدو ليش؟ ولا على الترهيب اللي رحبت بك. خاف خاف، الظاهر انه شطف كذا طرف الماء. ما خفت والله، امزح والله، امزح والله، امزح. خلاص يا ابوي اطلع، خلاص روينا المشاهدين الاعصاب. خلاص يا اخوي، يا ولد قريب هذا يا اخوي، بس زيارة صح، ضيف خفيف. اللي اخلاء يا شباب، اخلاء اخلاء اخلاء. صافرات انذار، وين صافرات الانذار؟ تكفى. اي لف لف هناك. اي خلاص ارجعوا اشتغلوا، ارجعوا ارجعوا للفلاوي، ارجعوا. حدد مسارك ارحم والديك. الحمد لله الجبل هذا ساد، بيلف لنا من وربي كمين، وربي كمين. لا اله الا الله، الحمد لله. لا الاشجار هذه والله نبى الخشب، اقسم بالله الخشب عندي ناقص. يا اخي المصادر حقي خلها، يرحم والديك. طيب الايرون، يلا فكنا من شرك. اذرف اذرف اذرف، الله يشلك. هذه اول كوارث، الحمد لله انها مر مرور الكرام. لو دخل هنا يمسح المدينه كامله. غزلان يا اخي ادخل الدائره حق الهنتر، رحم والديكم انتم الثانيين. يا هنتر كم جبت؟
عشرة عشرة والله حلو. هذا يحتاج كم اللبس الواحد؟ اللبس الواحد ياخذ واحد. أمورنا طيبة. بنتاجر الملابس، جتني فكرة. ملابس كم عندنا؟ سبعة. خلنا نرسل السبعة هنا على أمل أن يجينا التاجر، وخلنا نقول عشرة. أتوقع أن الملابس غالية. تول صراحة ما ودي أتاجر فيه. الليمت حقه وصل 50، أنا حطيته 150 بس مدري ليه ثابت على 50 على التحديث القديم. يا طيب حدث. طيب الحلوين هذول إن شاء الله إن شاء الله أنهم ساكنين هنا. أوكي واحد منهم ساكن هنا والثاني هنا. ثاني من هذا؟ تايلر. المدرسة قربت تخلص. مهندس واحد شغال بس يحتاجون شوية وقت. خليه يضرب عشرة. طيب قبل يجينا تورنيدو ثاني الله يرحم والديكم صفوا لنا المنطقة كاملة. عندي اثنين من العمال بس. هنا في ستون كفاية والايرون هذا الخشب. خلاص كسر ورجع هنا. الملابس كلها تاجر هفها جابها هنا. جاب سبعة من عشرة اللي متوفرين. ننتظر المواليد. كيف وضع البيوت؟ فايرود عندهم 100 وشيء. الأمور في السليم. بندخل في حاليا رابع سنة. بنوصل للسنة الخامسة. قلت لكم الأشجار هذه شلوها. إيش اللي ناقص؟ لوجز. ما عليكم. مدرسة قربت تخلص، لكن مشكلة المدرسة وين؟ مشكلة المدرسة إنها بتشل علينا العمال أو أي مولود جديد 10 سنين. نصبر عليه 10 سنين لين ما يتخرج متعلم، لكن متعلم بيضبط الأمور، إنتاجه في كل شيء بيكون مضاعف. فاستثمار عظيم جدا. فورستر صبرك علي. ممكن نقص الأشجار هذه كلها اللي عنده ونحط ستوك بايل في هالمنطقة. تكون فكرة حلوة. 4 في 4 أتوقع كافي هذا كله. ودخل علينا الشتاء. المدرس نوظف فيه واحد. ما في أي شيء ينبني حاليا. فعندي 2 شغالين هنا. أوصيهم نص أشجار الجزيرة هذه وجميع المصادر ستون آيرون أي شيء هتوليه. الأكل بدأ في تناقص. نوظف واحد ونرجع واحد عامل. المشكلة هذا لكم عمارهم وصلوا؟ 34 الأغلبية، 36 يعني نص عمارهم راحت. 80 بيموتون. هذه الشغلات جيبوها. ما في أي تاجر جانا والله حرام. مرت سنتين تقريبا. تريدنج بوست تعجلت فيه بس التاجر ما طاق يجي. خلنا نشيك ممكن أحد في الطريق. ما في أحد. مع نفسك والله. شوف الغزلان. شوف ما زالوا. يا سلام. شوف الحين الهنتر بيجي بيصقعهم. وين 4 هنتر؟ والله بيروحون علينا. شوف في وسط المدينة. قلة حياة والله. انحاش. انا اذا ما شفتهم. ايوه كفو عليك. من انت يا وحش؟ ربي جانا فضهم على طول. طيب الثاني كمل سترايك. لسه بيوصل. يا اخي قتلهم كلهم قبل يشردوا. لا تستهبل. شوف كيف يتحرك جنبهم على طول شردوا. هذه مشكلة ان الهنتر يكون قريب من البيوت. الخشب اموره تمام. الستون تمام. الايرون اوكي. التولز 100%. خلنا نرسل 30 تولز. حسيت بالامان شوية. اي شيء فائض فوق 50 راح ارسله. وصل عدد سكاننا او البالغين بس قرابة 20. البقية كلهم طلاب. 3 طلاب هنا نستثمرهم. مسألة تقديم وقت الحين. نرسل عامل يجيب لنا المصادر هذه اللي هنا ونحط له ستوك بايل قريب منه عشان لا يضرب مشاوير. بعدين يوم يكون معها اكثر من عامل هم اللي ينقلون الموارد. بس حاليا كل شيء موجود هنا فاحتاج اتوقع احتاج ابتدي احط بيوت ستون عشان نزيد الكثافة السكانية. هنا بنتطلب الكثير من البيوت. حط بيتين هنا وبيت هنا. والهنترز هذا اللي يحتاجون بيوت. خلنا نوصل الثالث في هالمنطقة. طبعا كلهم راح اوقفهم عدا حق الهنتر هناك. اقل شيء نص الهنترز يكون. والبيت الثاني هنا 80 ستون. مشكلة الستون مشكلة. طبعا مصانع الستون والايرون والسواليف هذه تحتاج الى عمالة كمية كبيرة. فالهيربستر ضروري عشان امراضهم. حطه هنا. البيت هذا ممكن اجله شوي. بيوت الستون 1 2 3 4 5 بيوت ستون بنيتها. اول شيء بحط الهيربستر عشان نتجنب الامراض وانهم يموتون بسبب مرض. مجرد انتظار انتظار انتظار. الحين كذا تعرف ان وضعك في السليم والبداية صحيحة. اذا كان في شيء واحد ودي اعدله صراحة ما في شيء. الهنتر ما زال يصيد. اصطياده جدا جدا كويس. 1000 في السنة الماضية و 28 ليذل. وهذا الدليل ان موقع استراتيجي الجذر جاب لنا نفس الشيء
لو تحسب 400 و400 800 فوق الألف يعني 1400 يمكن. والبلاك سميث والتيلر أتوقع هذه من أفضل البدايات اللي ممكن تبدأها في اللعبة. وصلنا السنة الخامسة السادسة تقريبا. بس هذه كانت تغطيتي للبداية أول 5 سنين. إن شاء الله أنكم استمتعتوا واستفدتوا بنفس الوقت اللي بيلعبون اللعبة، طبعا بدون المودات. إذا بتلعبها مع المودات بتكون عندك خيارات أفضل بكثير. إن شاء الله أني وفقت بالشرح ووفقت باختياري لهذه اللعبة. ادعموني باللايك ونشوفكم إن شاء الله في ألعاب أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله. دقيقة، شكرا لمتابعين القناة وشكرا موصول لكل من دعمني بلايك كومنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.